أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ذكرتم أن الشركة تبطل بجعل راتب معين، فهل الرواتب المأخوذة في العمل في المصانع التي تصنع أشياء ذكرتم إيش؟ فهل الرواتب المأخوذة ذكرتم وش ذكرتم؟ ذكرتم أن الشركة تبطل بجعل راتب معين، بجعل نصيب العامل معينا مبلغا محدودا يبطل الشرط وتبقى الشركة. نعم، يعطى مشاعا، يعطى نصيبا مشاعا، ما هو معين محدد. نعم.